مباشرة من القاهرة إلى القدس المحتلة أرحب بزميلتي من هناك مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية. أهلا بك دانا. يعني ما يخرج من تل أبيب من تصريحات سواء على المستوى الإدارة السياسية أو الإدارة العسكرية بيعكس بشكل أو بآخر درجات تخبط واضحة. دعيني أبدأ معك دانا من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي استبق فيها اجتماع مجلس الحرب، تحدث عن أنه لن يوافق على وقف إطلاق النار بشكل كامل، لكن في مسار المفاوضات على ما يبدو هو أعطى ضوء أخضر لفريق التفاوض. ما الذي سيدور تحديدا في مجلس الحرب فيما تصل بهذه النقاط؟ بالفعل ياسر، نتحدث أن يوم الأربعاء الماضي كان هنالك اجتماع لكابينية الحرب، وبسبب الضغوط سواء من محكمة العدل الدولية التي طالبت بوقف العملية العسكرية هناك أو حتى الإلزامات من قبل الإدارة الأمريكية في ضرورة التحرك والمضي قدما في صفقة تبادل قد تفضي إلى الإفراج عن جميع المحتجزين، أضف إلى ذلك الضغط الذي يمارسه الشارع الإسرائيلي من خلال التظاهرات فيما يزيد على 60 موقع وبلدة إسرائيلية. كان هنالك ضوء أخضر أعطاه بنيامين نتنياهو إلى الوفد المفاوض، وكان الحديث عن توسيع صلاحيات هذا الوفد، ولكن إسرائيل تتعامل مع هذه المعلومات في طي الكتمان والسرية، ويقول أن التسريبات التي قد تصدر عن الوفد المفاوض أو حتى عن اجتماعات كابينيت الحرب تقوي حركة حماس وتجعلها تتزمت في مواقفها، وأيضا هذا يجعل الشارع الإسرائيلي، ويقصد وفيها إشارة إلى عائلات المحتجزين، أن يثوروا أكثر على الحكومة الإسرائيلية. النقطة العالقة الأساسية بين فصائل المقاومة بين بنيامين نتنياهو شخصيا أو على المستوى السياسي تتمثل في وقف مستدام لإطلاق النار، ولكن دعنا نقول أن هنالك أغلبية من كابينيت الحرب ترى أنه يمكن المضي قدما وفق هذه الشروط، ويمكن الحديث عن وقف إطلاق النار ما دام الجيش الاحتلال الإسرائيلي يستطيع العودة متى يشاء لتنفيذ عمليات عسكرية في داخل القطاع. وهذا ما نقلته هيئة البث الرسمية قبل قليل، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تقول بأنه يمكن التفاوض على مطلب حركة حماس الذي يفضي إلى وقت مستدام لإطلاق الدائم للنار طالما يستطيع جيش الاحتلال الإسرائيلي العودة متى يشاء كيفما يشاء وأينما يشاء لتنفيذ عمليات عسكرية. هذا يعني بأن نتنياهو سيتصدر لائحة الاتهامات من كابينيت الحرب من الشارع الإسرائيلي، وخاصة أن معظم أو أغلب أعضاء كابينيت الحرب يوافقون على هذه الصفقة، بل أيضا على مطلب حركة حماس وأنه يمكن البناء على هذا المطلب. كذلك الحال اليوم، الاجتماع حسب ما أعلنته وسائل إعلام إسرائيلية من المتوقع أن يتم في تمام الساعة 9:00 قبل دقائق من الآن. لا معلومات. أنا كنت سأسأل عن موعد الاجتماع، لكن طالما أنت أشرتي إلى موعده إذن نسأل عن الأجواء التي يتم فيها الاجتماع، وكنت أشرتي وأشرنا أيضا في سياق أخبارنا إلى المظاهرات الموجودة التي تطالب بإبرام صفقة لتبادل المحتجزين. ما هي الأجواء إذن التي يعقد فيها، وأين كانت المظاهرات، وما مدى تأثير ذلك على قرارات مجلس الحرب؟ بالفعل يعني تزامنا مع موعد انعقاد هذا الكابينيت، كابينيت الحرب كما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت أنه سيكون في تمام الساعة 9:00 فيما تعرف في الكريا وزارة الأمن والدفاع الإسرائيلية في تل أبيب. كان هنالك عشرات من المتظاهرين كانوا قد تواجدوا قبالة وزارة الدفاع الإسرائيلية وطالبوا بضرورة عقد صفقة فورية تشمل جميع المحتجزين، وهذا ما تحدث فيه ممثل جيش الاحتلال الإسرائيلي وممثل الأسرى كما يطلق عليه هذا المصطلح في الجيش الإسرائيلي في الوفد المفاوض. قال بأن الخطة التي قدمها تضمن الإفراج عن جميع المحتجزين، ولربما بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية التحليلية تقول بأن هذه مقدمة لاستقالة ممثل الأسرى في جيش الاحتلال الإسرائيلي من الوفد المفاوض، لأن نتنياهو يتزمت في مواقفه السياسية وهو العثرة الموجودة أمام تحقيق هذه التفاوض. لذلك هذه التظاهرات كانت متوقعة، وخاصة بعد إعلان مقطع الفيديو من قبل كتائب القسام أمس بأن هنالك عمليات. دانا، طيب يبدو أننا فقدنا التواصل. في كل الأحوال أنا أشكر مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية.